قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب، أول حاجة نشوف حكم التميمة. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، من تعلق تميمة فقد أشرك، له قصة. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم 10 رهط، 10 أنفار، دارين يخشوا الإسلام. قال: فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن 1. قالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا، ليه يعني؟ قال: إن عليه تميمة. التميمة قالوا العلماء كما قال ابن الأثير: هو شيء يعلقونه على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين، ودي هو اللي بنعرفه نحن بالحجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بايعه، ليه يا رسول الله ما بايعته على الإسلام؟ قال: إن عليه تميمة. قال: فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. بعدين يا أخواننا العلماء قالوا: ليه هي شرك؟ شرك لأنه بيعتقد إنه دي بتنفع وتضر من دون الله، بتنفع وتضر، والنفع والضر بيد الله. ربنا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الدائرة رب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ربنا سبحانه وتعالى مرسل لك، ما فزل بيثبتها ولا أحد يستطيع دفعها. ولذلك يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجبات والتمائم. في ناس بيقول لك: يا أخي مولانا، الشغلة دي قرآن. العلماء قالوا: لو إذا بقت سحر ونجوم ومربعات يقول لك ده خاتم سليمان ونجم داود وكله كذب، ده سحر، ده متفقين إنه حرام وشرك بالله. لكن إذا بقت من القرآن، العلماء قالوا حرام لثلاثة أسباب. السبب الأول لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. السبب الثاني العلماء قالوا لأن تعليق القرآن فيه امتهان للقرآن. يعني تخيل زول كتب القرآن، كتب له صورة كريمة، كتبها في القرآن، علقها، هيعرق فوقها، هيعرق فوقها، حيخش بها الحمام. يقول لك: يا زول، أنا لما أجي الحمام بقوم بمرق الحجاب. طيب أنت البيت بتاع الشياطين بتخشوا من غير حجاب، داير بحجابك ده شنو تاني؟ البيت بتاع الشياطين ذاته النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة الإنسان إذا دخل الخلاء الحمام يقول شنو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث العلماء قالوا ذكران الشياطين وإناثهم، ده البيت ذاته بتاعهم. إذا أنت بتخش له من غير تميمة وإنت بتقول التميمة دي بتنفع والحجاب ده بينفع من الشياطين، طيب وكت جوا بيت الشياطين ما خشيته بالبتاعة دي، برا داير به شنو؟ فيبقى ما في له داعي، وهو امتهان للقرآن. حتى من العجائب، وهو طبعا يقول لك من القرآن، لو وجدت من القرآن بتلقاه آيات مقطعة في كتاب بتاع طريقة في السوق الشعبي هناك في الخرطوم اسمها الطريقة البرهانية، بيكتبوا للناس يقطعوا الآيات: إنا أعطيناك 11، إنا أعطيناك الكون. قال يوسف لأبيه، وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كون.
فالنازل بيعملوا كيف في القرآن؟ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكون. شوف يلعب بالقرآن كيف؟ أو يكتب لك القرآن بنجاسات، الله يكرمك، دم حيط أو الدم المسفوح من جداد الضبحة وغيره، يكتب بالدم المرق عند الضبيحة ده، وده دم نجس كما نص على ذلك القرآن. فدي حاجات عجيبة يا أخوان. كويس، واحد بيحكي كان فكيه ذاته عنده، أظن فكيه زميله كتب لي واحدة عندها ولادة، الله يكرمك، ريالته سائلة لما كبر، قالت نمشي للفكيه ده يكتب لي حجاب. قال كتب لها حجاب، الود لابس الحجاب، مشى يستحمى، الحجاب وقع في الموية، مرقته نشفته، مشت ودته للزول البيجلد، الزول البيجلد فتحه لقاه جريدة الأيام، والله جد، ولقى بورا صورة نميري. قال لا ده شنو يا بنت الناس؟ قالت له ده حجاب كتبوا لي ولدي كده كده. قال لا الفكي ده غشاكي، أمشي له تاني. مشت الفكي قالت له ده شنو الفكي؟ الحاصل شنو؟ قال لا في شنو؟ قالت له جريدة الأيام وجعفر نميري، الحاصل شنو؟ قال لا هو ده نشف ريق الشعب السوداني، ما ينشف ريق ولدك. النادي والله بيلعبوا بها لعب يا ناس. ده إذا كان شنو؟ ده إذا كان ده دجال ساكت. لكن في ناس بيكتبوا السحر والشياطين. السبب الثالث العلماء قالوا لأنه فيه زريعة لأنه يعلق غير القرآن، وده الحاصل من الحجبات الموجودة اليوم، إنها كلها حجبات بتاعت نجوم ومربعات وأسماء بتاع الشياطين وكذا وكذا وسحر وباطل. ده أخواننا فيه ضرر للمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تحافظ على أذكار الصباح والمساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قرأ آية الكرسي في الليل أو في النهار أنها حفظ له، إذا بالمساء حتى يصبح، وإذا بالصباح حتى يمسي. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل الله من ربي إلى آخر الآيات، قال في ليلة كفتاه، بتكفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الأذكار دي ذاتها تطمنك والله. قال يقال له كفيت وهديت ووقيت. قال فيقول الشيطان لمن يجد من الشياطين كيف بكم برجل قد هدي ووقي وكفي. الشيطان ذاته بيقول لهم أزول ده قال الذكر تاني ما له سبيل. ليه؟ لأنه ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لك دهد دهد بهية بهية بهيات بهيات شهر رموش، وكلام ذاته غريب وهرشك، فهمت؟ وجيب ديك أحمر، وجيب قعونجة طرشة، وجيب ما عارف ليك فار مطلق، وكلام فارغ ساكت. دشنو داسي دشنو؟ والله كلام غريب ذاته. والكلام ده احنا ما بنقول يا أخوانا ملو لنا، ما تتخيل انه الكلام ده انا اللي بقوله ده كلام ملو لنا. كلام ده احنا زمان ذاتنا كنا بالطريقة دي، نمشي للفكية والدجالين وفي ستات ودع وجماعة يخيطوا لنا في الحجبات، وكله كلام فارغ ساكت. وحجاب يكتب لك حجاب للقراية، وفي حجاب بتاع محبة اللي اسمه التولة في الشريعة، حجاب محبة يقول لك ده يا أخي والله داير بتعمدك، لكن مشت لواحد تاني عنده قروش، يقول لك أيوة تخليني أنا ودعمه أمشي أكتب له، الفكي أكتب له حجاب محبة. الفكي ده بدل ينصحه يقول له يا أخي اتقي الله وما بيجوز وكده، يقوم يكتب له لأنه دار البياض حقه، عرفت؟ عشان تعرفوا ذاته مع ما عنده موضوع. فده كل أخواننا ده مخالفة للشريعة. فالإنسان الواجب عليه أن يلتزم بالأذكار النبوية ويحافظ على الصلوات الخمس. وإذا في أي دجال مهما بلغ بس تقرأ عليه آية الكرسي ده، آية الكرسي هذه الآية العظيمة أعظم آية في القرآن، قريت عليه يبطل سحره مهما بلغ. تقرأ عليه آية الكرسي أي شيطان بتاعه بيطير. أيوة الشيخ. الشبهة بتاعت الاستدلال بالمعجزات للكرامات، الشبهة الاستدلال بالمعجزات مثلا، يعني قول عيسى عليه السلام، يعني قال الله تبارك وتعالى في عيسى أني أخلقه يعني من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني وأبري الأكمع والأبرص وكذا، هل نقيس بالمعجزات يعني ما يحدث للكرامات الهسية؟ هل الكرامة تطلب أم يعني يفعل الولي كما يشاء؟ طيب ده سؤال مهم جدا، الاستدلال بالمعجزات على الكرامات.
طبعا يا اخواننا اصلا ده مخالف لمنهج العلماء. هم الناس ديل بيقول لك كل ما كان معجزة لنبي جاز ان يكون كرامة لولي، وده كلام باطل. القرآن معجزة ولا ما معجزة؟ معجزة. هل يمكن ان يكون كرامة لاحد؟ يعني في زول حينزل قرآن ثاني؟ ها؟ في زول حينزل عليه قرآن؟ ما في. ولكن الصحيح العلماء قالوا ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي، فالناس ديل قاموا قلبوها، عرفتها؟ أما الاستدلال كالاستدلال بقصة عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه القصة في سورة آل عمران وفي سورة المائدة: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين، أي تصور من الطين كهيئة الطير بإذني. يعني عيسى عليه السلام المعجزة دي ذاته أنبه عليها وأمروا أن يفعلها وأن يبينها للناس حتى يعجز الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل حتى يؤمنوا بعيسى هو الله. ابتداء قال لي اعمل من الطين في شكل طير، عمل لك صورة طير، هو الله سبحانه وتعالى. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فهذه الآيات بإذن الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أذن لعيسى عليه السلام. فالإنسان الذي يريد أن يقول أنه يخلق، وده يا أخوان ذاته كلام عجيب يا أخي. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي نهى الإنسان يصور صورة من غير ضرورة أو حاجة، ما بجوز لك تصور لا تذكارية لا ما تذكارية، وقال في ذلك، قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. تجي أنت تقول أنا أخلق بني آدم في كتاب لواحد في طابة، هناك راقد في طابة، الضريح بتاعه في طابة، طابة الشيخ عبد المحمود، فهمت؟ ده قال أبوه خلق خروف، جو ضيوف قال له جيب لهم خروف نضبح لهم، ما لقى خروف، قال له خلاص اقفل عليه الخلوة، قفل عليه الخلوة، عشان قال له افتح الخلوة، فتح الخلوة قال: فوجد خروفا عظيما وتحته مثلث الغزالي. شوف الكلام ده كيف. واحد تاني قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، وده في كتاب اسمه ليك سلام مني، بتاع الكتاب ده معروف عند الناس، زول المؤلف القصائد دي معروف عند الناس كويس. ده قال قلب العود مفهوم، قال مرته قالت لي يا اخي انا دار لي خادم، لو هو ما عنده قروش كان يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه بنته فاطمه رضي الله عنها خادما تخدمها، وشكت اليه ما اثر في يديها من الخدمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير من ذلك، أو ألا أخبركما بخير من الخادم، إذا أخذتما مضجعكما فكبر الله 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهو خير لكما من الخادم. ده قالوا منه؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابنتي فاطمة رضي الله عنها ولابن عمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ده قال له جيب فاس وتوب عشان يجيب الخدامة، قال ومشوا لغابة قطع عليه شجرة قدر غامة الإنسان وغطاه بالتوب، والشيخ شال سبحته وبقى قال يذكر الله بهمة عالية، بعد شوية تحرك العود. قال ثم صار أمة فقال: يا بخيت يا بخيت يا بخيت. ده الشيخ كان عود شجر، انقلب شنو؟ مر بني آدم. قال: فأخذتها من يدها حتى أوصلتها إلى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت. طيب نحن ربنا سبحانه وتعالى أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شجر، الآية مش كده ولا كيف؟ من علق. طيب ربنا قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من شجرة، ولا كيف؟ أها طيب الصح منه. شوف سبحان الله، الزول بتاع الهوى يقول لك يا أخو والله تحيرنا، لا 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 ما تحيرته، لكن أنت ما قادر تقول أبوك الشيخ كذاب، ما قادر. ليه؟ يا الله كلام صدق وحق، ومن أصدق من الله قيلا،
ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون الله أولياء من دونه أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المسلم يا أخواننا كلام واضح ما بيعرف يلعب، خاصة في العقيدة. فالاستدلال بهذه الطريقة هو استدلال باطل، استدلال باطل. وربنا سبحانه وتعالى تحداهم بالذباب، الليلة بقول لنا خلق بخيتة وقلب العود مفهوم ومصع ديمة، القطب عمرنا جلاب التلكون بتخيط يبرنا، وكلام كثير بيقولوا لك افتى قصايد. قالوا بتاع الختمية، طريق الختمية ده قالوا جلابته بتنور قالوا بالليل كويس. ديل قالوا بتاعنا الكريدة قالوا الجلابية اللي بتنور دي خيطناها نحن ذاته، نحن الترزية بتاعنا الجلابية اللي بتنور، عرفتها؟ فده كل أخواننا خلوا لنا جانب، نحن دارين شيء بيان بالعمل. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، لن أداة نفي يخلق فعل مضارع ليوم القيامة، كمان يخلق شنو؟ فيل، ناقة، زرع، سمسم، شنو؟ ضبانايا واحدة، ضبانايا واحدة. العلماء قالوا زي ما قال الإمام القرطبي قال وتحداهم الله بالذباب لكثرته وحقارته وضعفه ومهانته. قال يقول لك الزول ده زي الضبان يا اخي كويس، حاجه كثيره. يقول لك يا اخي ايش الضبان ده كده اسي في زول كتل ضبان زول لامه حصل مش من مهانته، ده من مهانته على الناس. ربنا تحداهم بالمهين ده عشان يبين لك انه انسان ضعيف يا اخي، مخلوق زيك محتاج زيك. ربنا قال مش ديل برام يخلقوا كل من على الارض لو اجتمعوا الضبانه دي ما بيقدروا عليها. ربنا قال الضبانه ذاتها كثير عليهم. شوف قدره الله، ربنا سبحانه وتعالى قال الضبانه دي تختف منهم ختف. ناس يمشوا للشيخ ويبركوا، ناس تلقاه زول ما شاء الله عربته وربنا باسط له في النعمه، وتلقاه يجي جاري للشيخ ويبوس له كرعين ويشرب المويه بتاعت الوضوء. يا زول المويه دي ملانه خطايا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك في الاحاديث انه البني ادم ده لما يجي يتوضا الخطايا دي بتنزل منك عضو عضو، قال لغايه ما تنزل اخر خطيئه مع اخر قطره من الوضوء، ده بيشيل الخطايا. المرق البني ادم ده يشرب وجوه يا اخي التناقص، التناقص يا اخي يا اخي ما عندهم حاجه. ولذلك يا اخواننا الانسان يوجه اموره كلها لله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لو عندك زرع، لو عندك ضرع، لو عندك ولد، لو عندك حاجة، لو عندك مريض، كل هذه الأمور عند الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. شوف الغنى ده كيف، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. سيقول لك إبرة، الإبرة أصلا ما بتمسك فيها حاجة، دخلها في الموية ومرقة ما بتمسك أصلا. وهذا للتقريب. البني آدمين ديل كلهم، الخلق ديل كلهم لو يكفوا في صعيد واحد وكلهم سألوا الله ويزول عنده حاجة برا وربنا أداهم كلهم ما بينقص من الله حاجة. الله خزائنه ملانة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله عنده الأمور كلها سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء قالوا الله بيدي الناس والناس كلهم بيدعوه باختلاف اللغات وتفنن الحاجات وتعدد اللهجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. أن إحنا بالعربي بندعو الله، في ناس بالرطانة بيجي رطانة الشرق، رطانة الشمال، رطانة الجنوب. الصينيين عندهم لغة 400 لغة براهم، الهنود 5000 لغة براهم، الإنجليز، اليابانيين، الفرنسي، ما بنعرفه. ده غير اللهجات الثانية. ديل البشر، النمل أمم، الطير أمم، البهائم أمم، المخلوقات أمم. ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المخلوقات بيدعو الله ومحتاجين لله، وربنا سبحانه وتعالى بدي أي واحد مسألته هو بس
يعني مثلا انا والشيخ ده، الشيخ ده داير ربنا ينجح لي زراعته، وانا داير ربنا يشفي لي مريض، ما ربنا بدي الزراعه بديني لي انا وهو يقوم يجيب لي ويشفه. الله بوصل لاي زول حاجته الدائره كويس. ولا تغلطه المسائل. اسي لو مشينا خمسه اللي بتاع الدكان، جيب بن، جيب سكر، جيب شاي، جيب صابون، جيب معجون، خمسه انفر، بيقول لنا اقيفوا يا اخ واحد واحد. ربنا سبحانه وتعالى النادي كلها بتدعو، ما حصل يوم قال لك كذا اقيف انتظر الصف، حصل يوم قال لك كذا، حصل يوم قال لك ادفع ادفع عشان الموضوع ده انا اودي لك قدام ادفع، حصل قالوا لك يا اخ. طيب انت مالك مال البياض ومالك لام لك في ناس طريقه ومبشتر روحك وماشي لك مع زول ومدفن وطالع لك في لوري فوق والزياره، مالك ومال الموضوع ده انت؟ الموضوع ده مالك وماله؟ انت بتدعو الله والله بيديك وحاجتك سامعه وربنا سبحانه وتعالى يديك اعظم من حاجتك وما يصلحك. بعد مرات تسال الله، الله ياخر لك الاجابه لمصلحتك انت. فلذلك اخواننا والله من الجهل بالله سبحانه وتعالى ومن الجهل بدين الله جل وعلا ان يتوجه الانسان بقلبه لغير الله. لو في اخر سؤال عائشه، في بدعه حسنه؟ ايوه ده سؤال مهم. طيب البدعه دي شنو يا اخواننا؟ البدعه دي حاجه زول دار يتقرب بها لله، عباده دار يتقرب بها لله، لكن العباده دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بها، هذه هي البدعه. وكل البدع ضلاله، البدع ضلالات. يعني مثلا زول يجيب له عباده جديده، انا مثلا جبت لكم صلاه بين المغرب والعشاء جماعه، يا اخواننا الصلاه فيها حاجه انا دار اركع لي الله فيها شيء؟ لو هي الامور بالاست، لانه في ناس بيقول لك يا اخي انا ما افتكر فيها حاجه، ما بالاستحسانهم بالاتباع. هل هذه العباده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ لو ما فعلها اذا ما فيها خير. لو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيها خير. يا اخي فيها حاجه؟ ما بس دار اصلي يا اخواننا ركعتين، انا بس لا شلت لي جيتار ولا فتحت لي مسجل باغاني ولا مشيت زنيت ولا تلبت لي في بيزول سرقته ولا شلت لي بهيم الزول ولا كسرت لي زراع الزول ولا ضربت لي بني ادم ولا شتمت اهلي ولا شتمت اهل زول، بس ماسك مصلايتي وقاعد اصلي بين المغرب والعشاء ومعي ثلاثه انفار وراي بنصليها جماعه، فيها شنو؟ ما في حاجه؟ ها؟ ايوه جزاك الله خير يا عمنا، دي اخترعتها من راسك. النبي عليه الصلاه والسلام قال واياكم، اياكم معناه احذروا، ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل دي العلماء قالوا من الفاظ العموم، ثاني ما في بدعه حسنه، ما في حسنه وسيئه، بيقوموا يجيبوا شبهه. يقول لك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنه حسنه ومن سن في الاسلام سنه سيئه. طيب الحديث ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في شنو؟ حديث الامام مسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم من مضر مجتابين نمار، قال من مضر او عامتهم من مضر عليهم اثر الفاقه الحوجه وكده وعليهم الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم كما وصفه الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم تاثر لحالهم، فلما صلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم ووعظ الناس، ثم قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، رغب الناس في الصدقه، ما في زول يتصدق. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا، فجاء رجل من الأنصار بصرة كاد أن يعجز عن حملها بل قد عجز، حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك الرجل وضع هذا الطعام والمال جاء كل رجل بما عنده، زول بيجي بيخد، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم من الطعام وكم من الملابس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب
هل الصدقة مشروعة في الدين ولا ما مشروعة؟ مشروعة مش؟ طيب هل الاحتفال بالمولد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كالصدقة؟ ها؟ أيوة. يبقى دخاشي وين؟ دخاشي في من سنة في الإسلام سنة سيئة، والصدقة خاشي وين؟ من سنة في الإسلام سنة حسن. يقول لك يا أخو عمر بن الخطاب جمع الناس في التراويح وقال نعمة البدعة هذه. طيب التراويح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى اليوم الأول، الناس بعض الناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد قاموا صلوا معه. اليوم الثاني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا ناس امبارح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى، جو ناس ثاني زيادة سمعوا. اليوم الثالث الناس كتروا. اليوم الرابع قال ضاق المسجد بأهله فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم شنو؟ صلاة التراويح جماعة ما في كلام. بعد ذاك اليوم الرابع ما صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته ما جمع الناس، ما جمع الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت خلافته في البداية ما جمع الناس، ثم بدأ له أن يجمع الناس، فجمعهم على أبي بن كعب وأبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنهما. فخرج يوم ووجد الناس يصلون وراء إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه. العلماء قالوا أراد بالبدعة الشيء اللغوي، لكن هل التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا ما صلى؟ صلى. صلاها جماعة ولا ما صلى؟ صلى. يبقى لما انتهيت أقول لي عمر قال نعمة البدعة، ده كلام قال عمر من باب شنو؟ من باب يعني إذا كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، لأن الذي فعلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الأستاذ تفضل. أيوة. وتوحي الشيخ من المشايخ لنا البدعة عن الرضوان الأول، هي البدعة دينا للمعنى. فقال لنا البدعة دي حاجة الرسول اللي سواها. أيوة. قال لنا العربية مثلا حسب في زماننا ده جاب العربية. أيوة. احنا وردنا العربية تلاقي دي أخي بدعة. قال لنا كل بدعة ضلالة. قال بدعة دي نكر. لو قال كل البدع البدع عرفت الألف والأنام، نحن نقول أي بدعة هو مسواك مثلا هذا ضلال، لكن قال ما عرف كل بدعة نكرة، قال لي معينة بس، يعني ما كل الأشياء اللي هو ما سواه مثلا هذا يعتبر بدعة. فالحتة دي أخذت فيها طبعا الجدال وجادلنا فيها كثير وما وصلنا لطريقة كده معينة. هل هي بما معرفة عندها دليل ولا بأن النكرة عندها معنى؟ طيب يلا الحديث ذاته كان بيتكلم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حديث في سنن أبي داود وغيره، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بشنو؟ قال فعليكم بسنتي. سنتي ده شنو؟ ده الدين مش؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شنو؟ البدعة في الدين. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أها. وإياكم محدثات الأمور، يعني الكلام كله في سياق شنو يا أخوانا؟ سياق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسياق الدين. دليل ثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا المقصود الإسلام. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الإحداث المقصود من أحدث في شنو؟ في الدين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا فهو رد، يعني هو شنو؟ فهو مردود.
فهو مردود. أما الشيء الدنيوي النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، لا في آية لا في حديث. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر نزل على رأي بعض الصحابة، قالوا يا رسول الله هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله، يعني ده وحي من الله، نحن إذا وحي من الله ما عندنا كلام، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو؟ بل الرأي بل الحرب والرأي والمكيدة، قال فما ذاك بالمنزل. شوف الكلام كيف يبقى في أمر الدنيا دي، في أمر الدنيا ما في مشكلة، عرفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة الرومية، عرفتها، ده كان يعني معروف عند الروم يلبسوا هذه الجبة، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. ففي أمر الدنيا ما في مشكلة يا أخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة الأنصار في النخل فوق قاعدين يلقحوا في النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى لو تركوه كان شيصا أو شيصا، قال أرى لو تركوه يعني لو خلوه ما يلقحوا، فما لقحوه، قال فخرج شيصا يعني ما تموا، تعبان بقى التمر بقى تعبان. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتكم عن الدنيا فأنتم أدرى بشؤون دنياكم، حديث صحيح مسلم، وإذا حدثتكم عن الله فإني لأكذب على الله، ثم قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم. ففي أمر الدنيا ما في مشكلة، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا بأسباب القوة في أمر الدنيا، والإنسان كل ما كان في مصلحة الإسلام أو كان في أمر الدنيا، ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا قال في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ربنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأمر الدنيا ما فيه مشكلة، الإنسان يلبس كويس، يركب كويس، يسكن كويس، يملك من المال، لكن بس يراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى. يلا ده يوريك حاجة، ودي قاعدة مهمة، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، يعني لو دار تعمل عبادة لابد تجيب فوق الدليل. والأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يأتي الدليل، يعني أنا لو دار أعمل حاجة إلا أعرف إنه دريبة، ده غش، ده كذب، ده فيه غرر، فيه ضرر بالناس، هذه السلعة حرام في نفسها، ده ما بيجوز، ده ما بيجوز. لكن إذا زول قال لي الشغلة دي ما تعملها، بقول لي جيب دليل. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى ربنا حل لنا المعاملات، وحل الله البيع حرم الربا. فالعلماء قالوا قاعدة، الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. جزاكم الله. نختم يا شيخ. أيوة ده، أيوة ده استدلال به وباطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة منه الخلفاء الراشدين، حديث زيد بن ثابت، المصحف جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمعه منه أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب قال لأبو بكر الصديق قال له أنا شايف الغراء ماتوا يموتوا في شنو؟ في الغزوات. فقال لا رأي أنه تجمع شنو؟ المصحف. فقام اختاروا زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع القرآن، وعمر بن الخطاب قال هو خير هو خير، فاستجاب أبو بكر رضي الله عنه، ثم أوكلوا هذه المهمة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فكان المصحف عند أبو بكر الصديق، ثم كان عند عمر رضي الله عنه، ثم كان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. فكثرت المصاحف، فعثمان رضي الله عنه قام جمع جاب المصحف عند حفصة الذي جمعه من؟ جمعه منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونسخ منه 8 نسخ أو بضع نسخ، وقام رسلهم في الأنصار، وأمر كل نسخة غير النسخ دي إنها شنو؟ إنها تحرق، عرفتها؟
فدا عليه أول حاجة الدليل الأول سنة يا أخواننا خلفاء الراشدين، ثانيا عليه إجماع الصحابة، ده ما إجماع الصحابة، والإجماع حجة ولا ما حجة؟ وأعلى الإجماع هو إجماع من؟ إجماع الصحابة. والإجماع حجة شرعية، دليل ذلك استدل الشافعي بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال هذا دليل على شنو؟ الإجماع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.